طبعا هنبدأ ريديميشن 2، وهنبدأ نفتح الاستيكر بتاعها وكده. طبعا ايه عشان تعرفوا برضو ان الاستيكر بتاعها اللي هي الاصلية وكده اللي هي متفتحتش. يا بص العلامة اللي ايه اللي هو الخط اللي ماشي ورا بعضه ده جنب بعضه ده بي اس 4 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 ده كله اللي هو ايه ده الاصلية، ده اللي هي ما اتفتحتش لسه. بي اس 4 اهي برضه اهو تلاحظوا اهيت اهي تمام، ده بي اس 4 تمام. هنفتح اهيت ده ايه ثواني كده. طبعا انا عملت لها فتحة كده صغيرة كده ايه بحيث ان انا ما اقطعش الايه الاستيكر كله تمام اهيت ثواني. كده احنا مش هنعوز اللزقة اللي بره دي خالص اهيت اهيت. احساس جميل كده وانت بتفتح العلبة لأول مرة، سيبك من ان انت تجيب حاجة مستعملة ديت وتروح تبقى واحد بص هرسها وفارمها ومطلع عين امها. تبقى بس عارفين والله ان انا جايب الحاجة جديدة بالظبط عشان خاطركم. والله الله الله شوف ده عالي عالي. شوف اللعبة بات من جوه اهيت تمام تمام كده. ده الخريطة اهيت، انت عايزين تطلعوا عليها ولا حاجة اهيت بالعلبة بتاعتها وكده. شوف العلبة شوف العلبة يا جدعان، ايه الحلاوة والجمال ده. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. دي العلب الأصلية بقى تمام اهي. بص 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 العلبة في فرق ايه بينها وبين التانية ازاي. بص بص الفرق بص 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 الفرق يلا بينا بقى تاني نركبها ايه في الجهاز ونتوكل على الله ونركبها خلاص.